Bismillah, salam alaikum, un grand bonjour à vous, que vous soyez mes chers téléspectateurs. عندكم 1 هكتار تيتري وهذا نواحي مدينة أزمور بالضبط 6 كيلومتر باش بعيد على هذه المدينة هذه الجميلة. هذا الهكتار هذا محفظ بعيد على الكودرون بحوالي 150 متر مقابل مع الواد أم ربيع. الفصل ديالو على بركة الله هي هذه في هاد الجريده ومزروع درا لتحت غنشوفوا الحدود دابا نيت. هادي هي البيست اللي كتدخل ليه 150 متر على الكودرون و 6 كيلومتر على مدينه أزمور. بسم الله على بركه الله كنلقاو في المدخل ديالو هاد الجريده هادي الحدود من الجهه اليمنى على كود ستاره وهابط لتحت مزروع درا على الحد ديال الدرا كما غنشوفوا دابا. الجهه اليسرى على قود هاد السطارة هادي كما تشوف هاد الجريدة فيها بعض الشجيرات ديال الكرم والرمان. الأرض ما فيهاش البير ولكن هنا الماء تبارك الله موجود تقريبا 10 دقائق على واد أم ربيع بالسيارة. واد أم ربيع كيتواجد على اليمن كيبان لينا من هنا موقع ممتاز كودية جهة الهكتار في كودية موقع استراتيجي منظر جميل من هنا رؤية رائعة. كملوا الحدود من الجهة اليمنى على قود ستارة كما قلت لكم الجريدة وهابط من هنا ان شاء الله الماء ديال هذه المنطقة زوين تربة ايضا صالحة للزراعة كما كتشوف هاد الارض راها فلحة. هكتار محفظ الحدود من هنا وهابط مزروع كامل درا هابط حتى لهي حتى لتحت غنهبطو شوية لتحت من الجهة اليسرى الحد ديالو هو هذا من هنا وداير ما شاء الله تبارك الرحمن. غادي من هنا ما شاء الله جو جميل في هاد الهكتار هذا المحفظ. دائما الحدود من الجهه اليسرى الحدود من الجهه اليمنى كما قلت لكم من الجهه الاخرى. تواصلوا معنا على الرقم 0653 070 94 الى بغيتوا الكروكي ديال هاد الارض او اي معلومات اخرى باش تشوفوا الشكل كيفاش داير ديال الارض. مرحبا بكم. عندنا من الجهه اليسرى دايره هكا وعاود هابطه من هنا هابط حتى لتحت من هنا وهابط مازال هابط من الجهه اليسرى حتى لتحت. غنرجعوا الجهه اليمنى باش نوريكم تالي نهابط من الفوق نقربوا شويه لتحت بقاو معنا. دخلنا لهي الجهه اليمنى نرجعوا نكملوا الحدود منها الماء الخير تبارك الله تخليه الجهه اليمنى هي هذه وهابطه حتى لتحت ودايره لهي وعاود طالعه جايه داخله شويه وطالعه الفوق. غنهبطوا شويه لتحت نشوفوا الحد ديالها الاخر فين واصل تتمه ديال المساحه والحدود ديال الهكتار المحفظ. هابط اعزائي المشاهدين حتى الاخر ديال الدره دخل لتحت وطالع طالع حتى الفوق سيبري فين كتبان لكم. من هنا كاين الجانب الايمن كاين واد ام ربيع. الثمن ديال هذا الهكتار هذا المحفظ ما شاء الله التربه
خصبة وصالحة للزراعة، منطقة فلاحية بامتياز نواحي مدينة أزمور، بستة كيلومتر بعيد من القدرون بمية وخمسين متر. الثمن أعزائي المشاهدين اللي قابل للتفاوض هو 10 مليون للخدام، قابلة للتفاوض. تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين، كما كتشوفوا الجيران حداكم، جو جميل وموقع استراتيجي ورائع جدا. إلى اللقاء في فهم جديدة، السلام عليكم.